السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله راح ندير وضعية إدماجية حول شخصية معروفة اللي هي شخصية ويليام شكسبير الموجودة في الصفحة 13. سبق وشرحت لكم دروس وحلينا تمارين صفحة 13. هنا رايحة ندير لكم الوضعية، خرجتها لكم وحدها. هذه الوضعية، إذا تابعوا معي. نبدأ على بركة الله. بسم الله. ويليام شكسبير was born on April 15, 1564 in Stratford-upon-Avon, England. تاريخ ومكان ازدياد الشخصية دائما نذكره في البداية. He is an outstanding figure in English theatre and literature. هو he is ما قلناش he was لأنه توفي، ولكن he is لأنه شخصية مازالت معروفة لحد الساعة، شخصية مشهورة في المسرح الإنجليزي والأدب الإنجليزي. His writings are known worldwide. كتاباته وأشعاره ومسرحياته معروفة عالميا. He was a poet, كان شاعرا, playwright and a writer, كان كاتب مسرحيات وكاتب. He was the owner of the Globe Theatre, عنده مسرح نتاعه وملكه اسمه The Globe Theatre, which is one of the most famous theatres in England, لهو واحد من أشهر المسارح في إنجلترا. William's most known plays are من أشهر المسرحيات انتاعو هاملت، مسرحية هاملت، روميو أند جولييت، روميو جولييت، معروفين هذو سختو روميو جولييت، مكاش اللي ما يعرفهاش. He died on April 26, 1616 in Stratford-upon-Avon, England. توفي في 26 من أفريل 1616 في نفس المكان اللي زاد فيه، in Stratford-upon-Avon بإنجلند اللي هي إنجلترا. نفس التاريخ مكان، عفوا الازدياد هو نفسه مكان الوفاة. إذا هذه هي الوضعية، درتها لكم قصيرة وبسيطة وشاملة للمعلومات اللي قريناها في الكتاب. راح نزيد ندير لكم عدة نماذج أخرى حول شخصية ويليام شكسبير في فيديوهات أخرى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.